شارك حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله إخوانه أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في الجلسة الختامية لأعمال الدورة 39 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون التي عقدت اليوم برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية الشقيقة حفظه الله، وذلك في قصر الدرعية بمدينة الرياض. يتفضل معي الأمين العام بقراءة جلالة الرياض. حاضر. بسم الله الرحمن الرحيم. إعلان قمة الرياض 9 ديسمبر عام 2018، بعد مرور نحو 37 عاما على تأسيس مجلس التعاون لدول الخليج العربية، تثبت المخاطر التي تهدد أمنه واستقرار المنطقة والتحديات الاقتصادية التي تمر بها أهمية التمسك بمسيرة المجلس المباركة وتعزيز العمل الجماعي وحشد الطاقات المشتركة لمواجهة تلك المخاطر والتحديات وتلبية تطلعات مواطني دول المجلس في تحقيق المزيد من مكتسبات التكامل الخليجي. ندرك اليوم النظرة الثاقبة للقادة الذين تولوا تأسيس هذا المجلس في مايو من عام 1981، حيث نص النظام الأساسي الذي أقره المؤسسون على أن الهدف الأسمى لمجلس التعاون هو تحقيق التنسيق والتكامل والترابط بين الدول الأعضاء في جميع الميادين وصولاً إلى وحدتها، وتعميق وتوثيق الروابط والصلات وأوجه التعاون القائمة بين شعوبها في مختلف المجالات. واليوم يؤكد أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس حرصهم على الحفاظ على قوة وتماسك ومنعة مجلس التعاون ووحدة الصف بين أعضائه، لما يربط بينها من علاقات خاصة وسمات مشتركة أساسها العقيدة الإسلامية والثقافة العربية والتاريخ العريق والمصير المشترك ووحدة الهدف التي تجمعها وتربط بين أبنائها. لقد حقق مجلس التعاون إنجازات مهمة خلال مسيرته، مما أسهم في جعل هذه المنطقة واحة للاستقرار والأمن والرخاء الاقتصادي والسلم الاجتماعي، كما تم تحقيق الكثير من الإنجازات نحو تحقيق المواطنة الخليجية الكاملة. إلا أن التحديات المستجدة التي نواجهها اليوم تستوجب تحقيق المزيد لتعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك واستكمال خطوات وبرامج ومشاريع التكامل الاقتصادي والاجتماعي والسياسي والأمني والعسكري. وقد قدمت كافة دول المجلس خلال العقود الماضية رؤى طموحة لمسيرة المجلس، أطلقت من خلالها مشاريع تكاملية هامة في جميع المجالات تهدف إلى استثمار ثروات دول المجلس البشرية والاقتصادية لما فيه مصلحة المواطن في دول مجلس التعاون. ووضعت رؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الأسسة اللازمة لاستكمال منظومة التكامل بين دول المجلس في جميع المجالات. وقد أكد أصحاب الجلالة والسمو اليوم أهمية استكمال البرامج والمشاريع اللازمة لتحقيق رؤية خادم الحرمين الشريفين حفظه الله التي أقرها القادة في قمة الرياض في ديسمبر من عام 2015، ووجهوا باتخاذ الخطوات اللازمة لذلك بما في ذلك القيام بما يلي: وضع خارطة طريق تشمل تفعيل الإجراءات اللازمة لتحقيق رؤية القادة بتحقيق التكامل بين دول المجلس، ووضع الأسس لتأطير وتنظيم علاقات الدول الأعضاء مع المجتمع الدولي بما يضمن
تحقيق المزيد من النمو والرخاء لتحقيق تطلعات المواطنين وانسجام الإصلاحات الاقتصادية التي تشهدها دول المجلس مع أهداف العمل الخليجي المشترك، وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة وعلى مكانة دول مجلس التعاون والارتقاء بأداء أجهزته وتعزيز دوره الإقليمي والدولي. في المجال الاقتصادي وجه القادة بالالتزام الدقيق بالبرامج الزمنية التي تم إقرارها لاستكمال خطوات التكامل الاقتصادي بين دول المجلس والتطبيق الشامل لبنود الاتفاقية الاقتصادية وإزالة كافة العقبات والصعوبات التي تواجه تنفيذ قرارات العمل المشترك، وعلى وجه الخصوص تذليل العقبات في طريق استكمال متطلبات السوق الخليجية المشتركة والاتحاد الجمركي وإصدار الأنظمة التشريعية اللازمة لذلك بهدف تحقيق الوحدة الاقتصادية بين دول المجلس بحلول عام 2025. في مجال الدفاع المشترك لدول مجلس التعاون، فإن تعيين قائد للقيادة العسكرية الموحدة لمجلس التعاون خطوة مهمة لاستكمال المنظومة الدفاعية المشتركة، ووجه أصحاب الجلالة والسمو بسرعة إنجاز جميع الإجراءات الخاصة بتفعيل القيادة العسكرية الموحدة ومباشرتها لمهامها وإنشاء الأكاديمية الخليجية للدراسات الاستراتيجية والأمنية بهدف تأسيس القيادة العسكرية الموحدة على أسس استراتيجية متينة وتأهيل القيادات العسكرية الخليجية لأداء تلك المهام. في المجال الأمني أكد القادة أهمية الدور المحوري لمجلس التعاون في صيانة الأمن والاستقرار في المنطقة ومكافحة التنظيمات الإرهابية من خلال التكامل الأمني لدول المجلس والتصدي للفكر المتطرف من خلال تأكيد قيم الاعتدال والتسامح والتعددية وحقوق الإنسان والالتزام بسيادة القانون وإرساء قواعد العدل المستمدة من ديننا الإسلامي الحنيف والتقاليد العربية الأصيلة، والعمل مع شركاء مجلس التعاون في المجتمع الدولي للقضاء على ظاهرة الإرهاب وتجفيف منابعه ومواجهة ما تقوم به بعض الميليشيات والجماعات الإرهابية من أعمال لتقويض مقدرات وثروات دول المنطقة. أكد القادة الأهمية القصوى لبلورة سياسة خارجية موحدة وفاعلة لمجلس التعاون تستند إلى النظام الأساسي للمجلس وتعمل على حفظ مصالحه ومكتسباته وتجنبه الصراعات الإقليمية والدولية، مؤكدين دعمهم للقضية الفلسطينية ووحدة الصف الفلسطيني وحرصهم على مد يد العون للأشقاء في اليمن وكافة الدول العربية بما يحقق لتلك الدول الأمن والاستقرار والرخاء الاقتصادي. وجه القادة بتعزيز الشراكات الاستراتيجية وعلاقات التعاون الاقتصادي والثقافي والتنسيق السياسي والأمني بين مجلس التعاون والدول الصديقة والمنظومات الإقليمية الأخرى بما ينسجم مع المتغيرات في النظام الدولي وبهدف الحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة. وتم التأكيد على استمرار ما دأبت عليه دول المجلس من تقديم المساعدات للدول الشقيقة والصديقة من خلال البرامج الإنسانية والتنموية العديدة التي تمولها دول المجلس في كافة أنحاء العالم انطلاقاً من واجبها الإنساني وقيمها الإسلامية والعربية. أكد القادة على الدور المهم المنوط بالمواطن في دول المجلس وبقطاع الأعمال والمرأة والأسرة الخليجية والمنظمات الأهلية للحفاظ على مكتسبات مسيرة المجلس وتقديم المقترحات البناءة لدعمها وتعزيزها وتنفيذ القرارات والتوجيهات التي أصدرها أصحاب الجلالة والسمو في هذه القمة. صدر في مدينة الرياض في يوم الأحد الموافق 2 الربيع الآخر 1440 هجري الموافق 9 ديسمبر 2018 ميلادي، ويسرني أن أعلن بأن دولة الإمارات العربية المتحدة
سوف تتولى مهام دولة الرئاسة للدورة 40 لمجلس التعاون للعام 2020، متمنياً للإمارات رئيساً وحكومةً وشعباً دوام التوفيق والسداد لدفع مسيرة العمل الخليجي المشترك نحو أهدافها السامية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. أعلن انتهاء أعمال القمة للدورة 39 في مجلسكم الموقر، ونسأل الله أن يجمعنا دائماً لما في خير دولنا وشعوبنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وفي ختام الاجتماع ودع حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى حفظه الله أخاه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية الشقيقة، معربا عن شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين على كرم الضيافة وحفاوة الاستقبال، مشيدا جلالته بحكمة خادم الحرمين الشريفين في إدارة جلسات القمة الخليجية ودوره الرائد في تعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك. كما ودع جلالة الملك المفدى إخوانه أصحاب الجلالة والسمو قادة الدول مجلس تعاون شاكرا تعاونهم في إنجاح هذه القمة المباركة وما أبدوه من حرص على دعم مسيرة مجلس التعاون الخيرة بهدف تحقيق المزيد من الإنجازات وتلبية تطلعات شعوب دوله الشقيقة.